ومطر وحب دنيا وشهرة وحمد عجب حمد عجب حمد وحمد عجب. فقوله أشر ومطر وحب دنيا، الأشر المرح والبطر والفرح والتفاخر والتعالي. قالت الله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وقال قوم قارون له عندما تفاخر وتكبر وفرح بما عنده من الكنوز: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. والبطر وهو الكبر والتعالي. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البطر بقوله: ولا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا. ويأتي البطر بمعنى سوء استعمال النعمة، كما في قوله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما تعملون محيط. نعم. نعم. فالأشر والبطر وحب الدنيا هذه من الأمراض القلبية التي يعني ينبغي للإنسان، بل يجب عليه أن يبعد عنها. نعم. وحب دنيا. وقوله وحب دنيا، ومن آفات القلوب أيضا حب الدنيا والرغبة في الدوام بها وكراهية التخلي عنها، وهذا يقود إلى عدم الإقبال على الآخرة وعدم العمل لها، مع أن الدنيا هي فقط دار عبور ورحيل وعمل وابتلاء، لا دار بقاء ودوام وجزاء ثواب. وقد نعى الله تعالى على الذين يحبون الدنيا على الآخرة فقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فنحب الدنيا بمقدار ما يدفعنا إلى العمل فيها للدار الآخرة. قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم. واصل. فقوله وشهرة وحمد عجب. وشهرة وحمد عجب. نعم. أي وكذلك من آفات القلوب المهلكة لصاحبها حب الشهرة، والشهرة هي الاشتهار وحب الظهور والسمعة، وهي آفة خطيرة في القلوب. نعم. هو أن يحب الإنسان الشهرة ويحب أن يكون له مقامات الصدارة، ودائما في المجالس ودائما في كذا، يحب هذا شيء شراهة نفسية، بحيث أنه يجد هضما في نفسه إذا لم يصدر، ويجد غضاضة في نفسه أن يبقى آخر السطر، غضاضة دائما يرى نفسه هو الألف في كل أحواله منفرد، في أول السطر أو في آخر، تقف في الحالتين وحيدا أيها الألف، ولا يرضى دائما. اقرأ واقرأ، يعني ألف في أوله والألف في الأول، في أول السطر لا تصاحب، لا تتصل بشيء، والألف في آخر السطر لا تتصل بشيء، في أول السطر أو في آخره، أو في آخر تقف في الحالتين وحيدا أيها الألف. فهذا الإنسان دائما يريد الصدارة، ودائما يريد يعني، فإذا لم يلتفت إليه، إذا لم يلتفت إليه ولم يرحب به، وإذا لم يعني، فإنه يعني تضيق عليه الأرض بما رحبت، وتضيق عليه نفسه. نعم.